GFX Academy. Academy. في الجزء ده من المحاضرة هنبني التشيز بتاع اللي بيغلف الكلمة كلها. عشان ما نقعدش نعمل تاني هناخد نسخة من الاكسترود نيرباستا. تمام. و هاخده كده واطلعه. شفتوا بقى الاكسس فين؟ اكسس في حته والنيربس في حته. طيب هل ده ناتج من ايه؟ ستراكتشر اكسس سنتر السبلاين ماسك. هو السبلاين ماسك ستراكتشر اكسس اكسس سنتر. لا مش دي. اعتقد ان هي لا. ماشي عامة مش هتفرق معانا كتير. ناخد السنتر نطلعه او ناخد الاوبجكت اللي احنا لسه عاملينه نطلعه. لقدام شوية. يعني يبقى برضو بنفس المسافة تقريبا كده مثلا. وهنروح على الاكستروجن بتاعه ونزقه لورا بحيث ان هو يغلف كل دي. على ما افتكر احنا قلنا دول 5 × 15 اعتقد هتبقى 75. فرقت في واحدة. فرقت الواحدة اعتقد 100 هتظبطها. خلاص ان لم تكن 95 اقل حاجات بسيطة. وانا برضو بيتهيألي ان احنا هنرجعه لورا كده ب80. صدقوا فعلا هي 75 بس انا البوزيشن اللي ما حسبتش مكانه بس كده. طيب العيوب طبعا بتاعت ان الحاجات اللي جوه باينه ممكن تروح انت في النيربس وتروح في الكابس تزود بس الكابس. على فكره الكابس بتدي ثيكنس شويه للكلمه. ممكن نخليها 5 هنا و5 هنا ونخلي الستيبس مثلا ب6 وهنا ب6 بحيث يبقى فيه تنعيم او سموث. ونشوف الدنيا كده شكلها عامل ازاي. ماشي كويس قوي. فاضل بس نعمل خامه ليه الانفو. خلاص هنروح نيو ماتيريال دبل كليك ونسميها تكست ماستر مات. دبل كليك عليها كده ونروح للكالر نخليه زي ما هو. وريفليكشن لان هي كده كده هتفتح من الريفليكشن اصلا. واحط فيرنل. تمام. واسحب دي على الاكسترود نيربس. وفي حاجة برضو هعمل ريندر عشان تشوفوها ولو اني مش محتاج كل الريندر ده. فهاخد انتر اكتف ريجون وهعمله على التكست فقط لا غير كده واسيبه. بصوا كده الريفليكشن عالي قوي صح؟ ده ليه؟ لان اولا هنا الريفليكشن عالي. ثانيا الفرنيل عالي قوي على الحواف وقليل قوي في وسط التكست. فانا اللي هعمله ان انا هقلل الفرنيل بالشكل ده كده ونسيبه يعمل ريندرنج ونشوف. انا اعتقد برضو الريفليكشن هقلله شويه.
الفرنيل برضو اقلله حبة، بس انا اعتقد كده تمام والدنيا مش فيها اي مشكلة، ان لم يكن نفتح الكلر بعض الشيء بس كده. نشيل الانتر اكتف ريجن وتعالوا بس كل اللي احنا هنعمله، طبعا هي دي واخده نفس الانيميشن، فكل اللي انا هعمله ان انا هزق الانيميشن بتاعها متاخر شويه، هروح للتايم لاين وهمسك النيرفس بتاعي ماشي، واللي هعمله ان انا بس همسك الاثنين كي فريم وازقهم بعيد شويه، بحيث يعني ان هم هو كده مثلا في هنا فرق في الحركه، في هنا فرق في الحركه، ان السبلاين ماسك السبلاين ماسك تقريبا مش واخد المكان بتاعه مظبوط، شوف العيب ده من ايه. هو انا مسحت الاكسترود نيرفس اللي انا عملت له دوبليكيت، انتوا عارفين العيب طلع من ايه؟ من ان انا ما خدتش بالي ان الاكسس هنا، فطبعا البوزيشن بتاعه متغير، فانا هعمل كون او هاخده بالشكل ده كده، خلاص هاخد منه دوبليكيت بالمنظر ده واخلي بالي من موضوع الاكسس. خلاص طبعا هو هنا كده، همشي بيه ازقه لقدام، طبعا انا هقيس بس باختفاء التكست كده. بالنسبه ل هو كاوبجكت هزقه بالشكل ده كده لغايه ما يغطي التكست كلها. الكابس ازودها اخليها، والله انا متهيألي ممكن لو خليناها ثلاثة تظبط، مش عارف ظبطت كده ولا لا، انا متهيألي انها ظبطت، متهيألي انها ظبطت لو عملت كده. تمام، مفيش اي حواف باينه، مفيش اي حاجه باينه. تعالوا نشوف كده بقى هي ماشيه معاهم اهي، مفيش اي مشاكل. كل الحكايه ان انا هاخر بس الكي فريمز بتاعتها شويه، هروح لويندو واروح لتايم لاين واخد الاكسترود نيربس. تمام، وافتح كده عندي السبلاين ماسك اهو، فانا هخليه كله زي ما هو كده واسحب الكي فريمز بتاعته لورا شويه واشوف كده تمام كده بيكمل هو فعلا بعد يا دوب اخر كلونر ما يطلع. تمام، هو بس العيب ان كان الاكسس ما خدتش بالي من البوزيشن. نرجع كده ونشوف الحركة كلها عاملة ازاي. طبعا هروح لللاير براوزر واشيل الباشا ده من الفيوبورت كده، يبقى احنا عملنا الكاسكيد التكست اللي هو التكست اللي بتخرج متتالية ورا بعضها. طيب في ايه كمان؟
في ايه كمان؟ في هل في اي ضبط تاني نقدر نعمله؟ اعتقد فيه، ولو انه مش هيبان قوي، لكن اهو بيدي شكل. ده الاكسترود نيربس. طبعا انا هاخد الخامة واحطها هنا، تمام، ودبل كليك كده عشان اتأكد بس انها تمام مفيش فيها مشكلة، واعمل ريندر تاني برضو جاست ان كيس، يعني الواحد برضو يبقى واخد باله ان كانت الدنيا مظبوطة ولا لا. طبعا لو انت عايز تخفي الديتيلز دي ممكن تروح هنا وتيجي في الريفليكشن وتحط مثلا بلارنس وليكن بعشرة مثلا، فبتخفي الحتت اللي انت هي كانت على الاو اصلا، زي ما انت شايف الريفليكشن بقى شكله ظريف. اعتقد ان تلاتة كفاية قوي. تمام. في بقى حاجه، لو انا رحت على التكست دي ورحت على الديفيوجن وقلت له افكت ريفليكشن، ورحت على الافكتس حطيت له امبيانت اكلوجن، امبيانت اكلوجن عشان يدي رياليستيك قوي في الحتت اللي فيها شادوز، وانا كده قربت منها قوي، فاعتقد انها هتبان قرب تلاقي الكلمه مع الارض او الريبونز اللي تحتها. شايفين بقى دلوقتي الشادو بقى عامل ازاي؟ لو انا شلت الامبيانت اوكلوجن هنلاقي الشادو ده، الحته دي كده مش موجوده. تمام؟ فزي ما انا قلت هي مش هتبان قوي خاصه انها بعيده عن الكاميرا، لكن اهي برضو معلومه تفيد. نرجع نشيل الديفيوجن ونرجع للكاميرا، وبكده نبقى اعتقد خلصنا الشغل جوه السينما. فاضل حاجه واحده فقط، ارجع بقى ده كده واعمل بلاي. في الفيديو في فلير هنا، في الفيديو في فلير في الحته دي. طب الفلير اللي في الحته دي هعمله ازاي؟ دي بقى دقوب رايح لتوب، واروح اخد لايت احطه هنا هنا كده. ارجع بقى للبرسبكتيف او الكاميرا، ونرفع اللايت ده لفوق كده بالمنظر. ارجع كده واشوف واتاكد ان اللايت في المكان المظبوط. تمام. انا متهيألي الفلير كان بيتحرك من هنا. طب نشوف كده، هل لو عملنا ريندر هل اللايت ده اثر؟ والله لو الانتنسيتي بتاعته اثرت وبوظت لي الشكل او بوظت لي الدنيا هقفل انتنسيتي، لو ما بوظتش الدنيا خلاص اكمل زي ما انا اعتقد انها ما فيش فيها اي مشاكل خالص يعني. طب لحد كده تمام. نعمل بقى الانيميشن بتاع اللايت. الفلير مشي من اول هو كده. تمام. اعتقد انه مشي من اول هنا. لو جينا عند 95 وجينا عملنا في حاجه، افرض انت عندك كذا لايت، عندك لايت هنا وهنا وهنا، عندك 50 لايت، وعايز لما سلكت كده يروح، يعني مثلا انا عملت سلكشن على ده على الكلونر، خلاص هي مش هتبان في الكلونر، لا خلونا في اللايت، عملت سلكشن على اللايت او هنا اهو كده خلاص، وعايز اعرف ده انهو لايت، بدل ما تبص هنا ايه اللي بيض، ممكن تروح لاوبجكتس و هتقول له فين اكتف اوبجكت، من فيو سكرول تو فيرست اكتف اوبجكت، هيروح لك على طول لاوبجكت اللي انت عايزه. طبعا الكلام ده يفيد لو كان الاوبجكت مانجر مليان حاجات كتير واللايت ده كان تحت وانت مش شايفه، فيقوم رايح لك عليه على طول. تعالوا نحط على اللايت، على اللايت ده نحط
كي فريم على البوزيشن. تمام، ونمشي كده خلاص. في قول 40 ونسحب اللايت ده لهنا كده وفوق شوية وهنا كده مثلا، بالظبط زي ما حصل في البتاع البروم. بس المنظر، لا هي كده بعدت قوي، لا انا هزق دي شوية كده لان كده الوقت كبر. ارجع كده تاني وازود اشوف. كده معقول. طيب انا بقى محتاج ان اللايت ده في الافتر محتاج اعمل ايه؟ محتاج اولا ان انا هحط عليه اوبتيكال فليرز. حلو قوي. معنى كده ان انا محتاج اني اقول للسينما وانت بترندر تخلي بالك ان اللايت ده متشاف في الافتر. طب عشان اعمل حركه زي دي، رايت كليك، سينما فور دي تاجز، اكسترنال كومبوزيتنج تاج. معنى كده انه هيطلع لي مع اللايت ده كمان الاوبجكت. حلو قوي، جميل، ماشي كده خلصنا من ده. طيب الكلونر ده، الكلونر مش ده اللي في الباك جراوند، ماشي. الكلونر ده انا محتاج الكلونر ده ممكن اظبط عليه كولر كوركشن، ممكن احط عليه جلوب، وده هيحصل خلاص. فهعمل ايه؟ رايت كليك، سينما فور دي تاجز، المره دي كومبوزيتنج تاج، وهروح على اوبجكت بافر، وكل الكلام ده اتشرح قبل كده. هعمل انيبل وهسيب اوبجكت بافر برقم واحد بحيث ان اقدر انه يطلع لي الفا مات للاوبجكت ده برقم واحد. نفس القصه انا محتاجها في الكلونر اوبجكت بتاع الكلمه. رايت كليك، سينما فور دي تاجز، كومبوزيتنج تاج، اوبجكت بافر برقم 2. طيب كده حلو قوي، خلصنا الدنيا بتاعتنا، مفيش اي مشاكل. نعمل الريندر او الريندر سيتنجز. نروح على ريندر سيتنجز، نتاكد الاوتبوت بتاعنا مظبوط. الريزوليوشن ممكن نرفعها شويه، نخليها 100 ولا حاجه. الفريم رينج هقول له اول فريمز. هروح لسيف وهعلم على، او خلونا نروح لمالتي باس الاول، ان مالتي باس دي اللي انا عايز اطلع منها الاوبجكت بافر. هعلم على مالتي باس، هروح لمالتي باس واروح اوبجكت بافر، دبل كليك واسمي ده لايت فلير، ومالتي باس تاني اوبجكت بافر وهسمي ده ريبونز، مالتي باس تاني وهسمي ده اسف، اولا اللايت فلير ملوش اوبجكت بافر، انا اللي لخبطت، ده اكسترنال كومبوزيتنج مش اكسترنال كومبوزيتنج مش كومبوزيتنج. هسمي ده تكست بس كده. التكست على ما افتكر كانت واخده رقم 2، التكست في الاوبجكت بافر كانت واخده رقم 1 صحيح، وال لا التكست 2 مش 1، التكست 2 صحيح، التكست واخده 2. يبقى التكست هنا تاخد 2 والريبونز هسيبها بواحد زي ما هي. انتي اليسنج خلاص هنخليها بيست، والفلتر ستيل ايمج تمام. المينيمم ليفل والماكسيمم ليفل انا هخلي المينيمم ليفل 2 باي 2 بس عشان الوقت ما يسرقناش. كونسيدر مالتي باس عشان ياخد في حساباته ان تبقى الانتي اليسنج تبقى على المالتي باسز هي كمان. لما ارجع لسيف هلاقي ان في هنا بدل ريجولر ايمج اتفتح لي كمان مالتي باس. هقول له الفايل وهعمل سيف، وليكن هعمل هنا فولدر وهسميه ريندر، دبل كليك واسمي ده ريبونز اندرسكور واسيبها لانه بعد الاندرسكور هيحط لي رقم خلاص، واقول له سيف. طبعا الفورميت انا عايزها بي ان جي خلاص، الفا شانل المنظر ده كده. الديبس هسيبها زي ما هي. النيم زي ما انا قلت هيحط لي، زي ما نشوفه هيحط لي رقم.
طبعا الاوبشنز مش هنمشي ماشي ما فيهاش اوبشنز اصلا. المالتي باس ايمج نفس الموضوع خلاص. هفتح كده في ريندر هسمي دي وليكن مثلا هسميها ممكن اسميها ايه، ممكن اسميها مالتي اندرسكور. تمام الفورميت معمولة فوتوشوب بي اس دي ماشي. ممكن تحطها برضو بي ان جي او تارجة مش مشكلة. في الكومبوزيتنج بروجكت فايل ودي هعلم على سيف وعلم على انكلود 3 دي داتا علشان يسيف لي الملف بتاع الافتر افكت. طبعا لو انا حابب ان انا اتحكم في حاجات تانية زي الريفليكشن زي الشادوز من المالتي باس انا كنت شرحتها برضو قبل كده ان انا هزود الريفليكشن وعندي ريفراكشن وعندي الشادو وعندي السبيكولر وعندي كل حاجة تزودها في المالتي باس. هقفل واشوفكم في الجزء اللي بعد كده اللي انا مش فاكر اصلا ده الجزء الكام، هشوفهم في الجزء اللي بعد كده من المحاضرة. ملحوظة اخيرة زي ما قلت جزء من الدرس ده له في توتوريال اجنبي مشابه للحتة بتاع الكاسكيدنج تكست. ما اعتقدش ابدا ان ربع التفاصيل اتقالت هنا اتقالت هناك. على عامة يعني الكلام ده انا بوجهه لناس معينة. والله الدرس الاجنبي موجود، لو وقف معك اي حاجة نيك كامبل موجود صاحب الدرس الاصلي اسأله وان شاء الله بعد عمر طويل هيرد عليك بإذن الله. اشوفكم في الجزء اللي بعده ان شاء الله. السلام عليكم.